السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مغناطيسات الكهربائية. المغناطيسات الكهربائية مفيدة بشكل ما تصدقش، بيعمل كل اللي يعمله المغناطيس العادي ولكن يمكن تشغيلها وفصلها. المغناطيسات الكهربائية بتستخدم بشكل كبير جدا، من أول ساحة الخردة لغاية إطارات مجلف عالية السرعة، وده نوع من القطارات معلقة فوق القضبان بواسطة مغناطيس كهرباء. المغناطيس الكهربي ده قوي جدا لدرجة انه بيقلل الاحتكاك بين القطر والقضبان، ويستخدم في استخدامات تانية كتير. لما بيمر الطيار في سلك فده بيولد مجال مغناطيسي دائري حول السلك، بتكون قوة المجال المغناطيسي اكبر لما يكون اقرب للسلك، ولو زاد التيار او لو حطينا قلب من مادة مغناطيسية ولفينا السلك حواليه، وده اسمه الملف المغناطيسي او السولونايد. المجال المغناطيسي حوالين سلك واحد ما بيبقاش قوي، عشان كده لف سلك حوالين قلب حديدي بيولد مجال مغناطيسي كهربي اقوى. ممكن نستخدم مسمار حديد عشان نعمل مغناطيس كهربي بسيط زي ده، ونقدر نزود قوة المغناطيس الكهربي لو زودنا عدد الملفات او زيادة التيار. لاحظ ازاي بتغير قوة المغناطيس الكهربي مع عدد اللفات. كل ما عدد اللفات تزيد المغناطيس الكهربي بيبقى اقوى ويشد دبابيس ورق اكتر. في الرسم البياني المحور اكس عليه عدد الملفات. برأيك ازاي هيتغير شكل الرسم البياني اذا كان التيار على المحور اكس بدل عدد الملفات؟ يعني ايه هتكون العلاقه بين التيار وعدد دبابيس الورق؟ وقف الفيديو وفكر ثانيه. الاتنين بيزيدوا مع بعض، يعني علاقه طرديه. مع زياده التيار بتزيد القوه المغناطيسيه، وبالتالي هيشد عدد اكبر من مشابك الورق. ومن ده نستنتج ان المغناطيسات الكهربية مفيدة جدا، ممكن تشغيلها وفصلها وكمان تتحكم في قوتها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.